ايه علاقتك بالمرايه؟ اولا الكورنر ده حلو قوي. تحيه يعني احمد، مش كده؟ احمد مين؟ يوسف مدير التصوير. يوسف. محمود. يوسف. محمود. حلو قوي يعني. ده اكتر بفتكر يعني ان الست اكتر كورنر بتحبه هو ده، له علاقه بالمرايه والميك اب والاضاءه يعني حلو انثوي قوي. بتقعدي في المكان ده كتير في بيتك؟ لا بصراحه، عارف امتى؟ في التصوير. في التصوير ما بتلحقيش تقعدي في لا يعني، بس بره الشغل ما بتعنيليش المرايه. يعني بره الشغل انت كست ما بتقعديش قدام المرايه؟ ما بتعنيليش. ما بتقعديش تجربي ميك اب معين، تعملي شعرك حاجه معينه؟ لا، بحس ان كله مرتبط عشان الشغل بالتزام او ظهور يتعلق بحاجه فنيه. انما على المستوى الشخصي يعني بقيت بجد ما يعني مش قادره لا اعمل ميك اب ولا اعمل شعر، من كتر ما ده بنستغله قوي في شغلنا. فبقيت خلاص بليز عايزه ابقى كده زي ما انا قاعده، يمكن منكوشه، عارف الجو ده. فما بشوفهاش الا في الكرفان. مفيش مره مثلا قعدت قدام المرايه فاتفاجئتي قلت ايه ده؟ ده انا شكلي كبر قوي. كبر؟ ها؟ لا، ممكن اقول شكلي اتغير، مرهقه، شكلي تعبانه، شكلي تعبانه. ايه ده، انا حلويت كده ليه مثلا؟ لا، بقول اكيد حلاوتي، بقول ساعات مثلا الصبح لا انا حاسه كده مش مظبوطه اليوم النهارده، مش حلو، مفيش اكلام، مفيش اشراق، حاسه بهدانه، ام نوت شاينينج يعني. فبحس ان انا اتطفيت يعني، بدل ما اقول على نفسي يعني اتطفيت، مطفيه، عارف عينيك مش فبتضايق يعني، اكيد بتضايق لانه بحسه من جوه كمان. لما بتبقى عارف متضايق او مش في المود، في حاجه مضايقاك، ما بتبقاش حاسس ان انت تهلهل. بس نيكول صبا ما عندهاش اي مشاكل في عمليه التجميل للست لحدود مش حاجات معينه، مش لانك خلاص بتبقى شبه في شبه يعني، عارف شبه فلانه وعلق يعني، مش حلو ده. بقى في كتير ده بيدخل بقى البنات في انه يشبهوا بعض كتير، عارفني، نفس الحواجب ونفس بقى نفس المناخير يعني، نفس الحواجب ونفس حتى لو مش لاقي عليهم. بقى يعني بقى اسطمبه واحده يعني. فده مش للدرجه دي، انما انك عشان ما هو برضه الشكل بيبقى ثقه في النفس كمان يا امير، الست بالذات، حتى انتوا الرجاله كمان. يعني في رجاله صار ممكن تعمل بوتوكس نفسها، في رجاله بتروح بتعمل فيلينج، في رجاله يمكن مهووسه بالسولاريوم بتعمل تاخد تان. طب ما كل ده للحفاظ على الشكل ولا لا؟ مش بس انتوا الجيم، حتى العضلات بالنسبه لكم والسكس باك، بس مش عمليات. ماشي، بس قصدي الشكل بيجي في المقام الاول. طب امال الست، ما هي الست عرف معروف انها بتتعب سنا وبتكبر قبل الراجل. طب ايه اللي اسرع لها انها تلحق نفسها بيه؟ حقنتين. هتلجا لده. حقنتين وخلاص يعني. طب ما هو الحقنتين مش غلط يعني، بس هو الغلط فين؟ يبان اوفر ويبان بقى الحاجات ويبان اوفر وانه معمول لدرجه ان انت بتضحك ما تقدرش تضحك، يبان انت مبرق قوي. يعني ما هو ده مش منطق برضو. بس عندك دكتور معين دايما بتروحي له تتابعي معاه مثلا الكلام ده؟ عندي دكتورة الجلد بتاعتي دايما يعني بتهتم ببشرتك على طول. بهتم ببشرتي، ممكن تعمل لي حقن فيتامينات برضو. بتغذي بشرتك بحاجات كده يعني. وممكن ساعات لو عايز تحتاج بوتوكس، ايه المشكله يعني؟ طلب بس بليمت محدد، لانه الممثل برضو عايز يعمل جريماس وحاجات في وشه، مش لازم برضو يبقى اوفر يعني.